ما زالت أسواق الحلة ومناطقها القديمة تحتفظ بالكثير من هويتها التراثية، ومنها صناعة الحلويات العراقية القديمة كالحلقوم الأبيض والأحمر، فضلا عن هذه البسطيات التي تبيع الساهون والميوة وأبو الهيل والمسقول واللوزينة. أهل الدخول، أهل المشكل، أهل الدخول. نشتغل أنواع الساهون والميوة واللوزينة والحلقوم بأنواعه. أكو ساهون المقصور الأبيض، احنا ما نصنعه هسه بالوقت الحاضر لأنه علينا زخم، وأكو عندنا ساهون أبو الفستق وساهون أبو الحمص. رائحة الدهن الحر تفوح في ثنايا هذه الأزقة التي تشتهر ببيعه منذ عقود طويلة. استوقفنا هذا المحل الصغير القريب من سوق الصفارين الذي يختص ببيع السمسمية وحلاوة الراشي والحلاوة الرملية والشكرية، وربما هذه الحلاوة الدبسية المعجونة بالراشي هي الأطيب مذاقا. شغل سمسمية نشتغلها شكر وراشي، شكر وسمسم وشيرة وشغلات نفرها ونسويها كقالب بالطاوليات نصبها. النظر إلى هذا الدكان الصغير هو بمثابة رحلة إلى سنوات الطفولة وذكرياتها الجميلة الملتصقة بأذهان الحليين، فمن يصدق أن أبو العسل أو بائع العسلية ما زال متواجدا في هذا الدكان الصغير يصنع تلك الأشكال الجميلة ذات الألوان المتنوعة. المحل الوحيد اللي حنا اشتغلها يعني، وناس اكو ناس يعني تتذكرها يعني القديمين يجون دي ياخذون من عندي يوصوني، واكو بعض المحلات يعني هنا يمنا منطقة جبران القديمة المناطق الشعبية ومنطقة المهدية ومنطقة الطاق، هذه المناطق القديمة يوصوني مثلا اشتغل طاولي، يجي ياخذ طاولي، يجي ياخذ بصينية، يعرضها بالمحل يشتروه. وفي الحلة بيوتات كثيرة اشتهرت بصناعة الحلويات التي كانت تسوق إلى بقية المحافظات المجاورة. يقول باحثون في تراث الحلة أن هذه الحلويات القديمة تمثل موروثا حليا التصق بأصالة المدينة وهويتها الشعبية. مدينة الحلة بالذات تتميز بأنها مركز تجاري في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، لذلك نجد بأن أسواقها مزدهرة بكل ما يحتاجه السوق المحلي. السوق المحلي مثلا نتاج محافظة بابل أو مدينة الحلة من الحلويات كان يصدر للمحافظات الأخرى، كما تصدر الصناعات اليدوية والصناعات التي يحتاجها المنزل الحلي. الحلة ربما هي المحافظة الوحيدة التي ما زالت تحتفظ بصناعة الحلويات الشعبية التي تمثل جزءا مهما من ذاكرتها الشعبية وموروثها الاجتماعي الذي يمتد إلى عقود سالفة من الزمن. من مدينة الحلة ميثم الشباني، الحرة.